السلام عليكم، يعطيكم العافية. تم موضوع خفيف وحلو وصغير. أول شيء اللي شاف اللي هو اللون الأحمر والأزرق، ما حد يعرفهم إلا اللي كان يتابعني من زمان من زمان. إن شاء الله في شغلات راح تصير عن قريب إن شاء الله، وهي من صالحكم أنتم كلكم إن شاء الله تصير. وصارت صارت، ما صارت بعد ما يخالف، إحنا دائما بعد معاكم، وهم راح نساعدكم لا تحاتون، نقول لكم شلون توصلون حق الطريقة هذه. هذه واحدة. ثاني شغلة، سالفة اللي هو اللينك اجريجيشن اللي سويناه اخر مرة. انا دائما حق الكل لما اروح ابرمج لهم اعدل لهم، اقول له بعد كم يوم جربه شوف شو يصير معاك وعطني خبر. طبعا الناس اللي صدق انا لما اروح لهم واستانس رحت لهم، اللي يكون صدق لاعبين، صدق يكون عندهم حماس، يكون عندهم يعني مثل ما تقول حابين يطورون، فلما تعطي جهاز تروح انت مطمن، بعد تخليه هو ما شاء الله يبدع. في فيديو حال حط لكم اياه، هو مصور من قبل لا ياخذ الجهاز وبرمج له اياه، لما اخذ الجهاز من عندي وبرمجت له وضبطت له وشنو صار معه تغير. طبعا في ميزه موجوده اللي هو لما تقول لينك اجريجيشن راح تقول عن طريق شنو تبي، هو الافضل عن طريق شنو، افضل عن طريق سرعه، افضل عن طريق البنك وشغلات هذه. في شغلات مثل ما تقول بهارات صغيره هي اللي تحلي الكونكشن، راح تشوفون الفيديو الحين بعد شوي شنو صار قبل وشنو صار بعدين. طبعا واحب اشكره واشكر كل اللي قاعد يعني ساهم بتطوير الاجهزه هذه ويعدلها ويضبطها، وشكر خاص له لان الفيديو وايد قوي وايد رعب. زين، وهذا الشيء اللي احنا نبيه يكون حق الكل. زين، هذا راح تشوفه بعد شوي. في شيء ثاني يا جماعه، هالايام قاعد طالع مباريات وقاعد يقطع المباراه، قاعد تقطع ما تي عدل. هذا مو من النت، انا بالبيت عندي نتي طياره يقطع معي انا. ثاني شيء كذي، فاللي يصير ان احنا قاعد نستخدم شنو، نستخدم الراوتر الحرامي. زين، انا عندي برنامج بكبره منزل تليفوني وقاعد استخدمه، وهذا مشكله بعد. فتلاقي انه يصير عليه بلوك، المواقع اللي كانت تفتح الشغلات صار عليه بلوك، قمت افتحهم ببروكسي، احط بروكسي، حتى البروكسي مع انه قاعد يشغل معاي يرد مره ثانيه يصير بلوك. فصرع صرع جبابرة على قولتهم، خصوصا المباريات اليوم كانت مباريات وايد قويه، فالكل انزعج. وايد ناس دقوا علي قاعد يقولون لي معدل الشبكه هذا. قلت لهم يا جماعه ما لي شغل بالشبكه، الشبكه زين عندك، وهي فرصه عند وايد ناس يقول لك اي راح اعدل لك الشبكه وهذا عشان اعدل لك اياه، وهي ما لي شغل بالشبكه. اللي قاعد يصير انه يا البرنامج ينباع حق وايد ناس فما يتحمل الضغط هذه البرامج العادية، أو إنه وهذا واللي قاعد يصير بعد إن شركة بين سبورت قاعدة تسك بلوكات، تكلم الدولة، تكلم شغلات هذه بحيث إنه يصيدون ولهم نظامهم، ما أدري شلون بالضبط، بس إن لهم نظام رقابي بحيث إنه يسكرون الأكونتات اللي قاعد تنشر الشغل هذه. وناس صاملينها، ناس معنيين بوق، واحنا يعني مشاهده. فاحنا نبي اهم شيء نشوف كره قدم. تبي النت عندك ما يفصل او تبي المباراه تشوفها بدون اي مشاكل، روح اشترك. بتشترك صدقني ما راح يكون عندك مشكله. دائما احنا نقول اذا تدفع شيء صح راح تلاقي اذا. وهذا اللي الميزه اللي موجوده بالابل، ان ابل كل شيء يشترونه فما تلاقي عنده برنامج يكون في مشاكل، مع انه والله حاليا برامج جديده كلها كراش عندهم، بس القديم قبل ما كان في كذي. الحين حاليا سامسونج صار زين. على العموم كل ما احب امدحكم اتذكر ان انتم وش كثر مزعنين يا ابل. المهم خلينا من موضوع ابل سامسونج. وهلا مدريد، فازوا مدريد. طبعا الفيديو هذا راح احطه الصبح، يعني انا راح مصوره بالليل بس راح احطه لكم الصبح عشان تشوفون على رواق وانتم بالدوام، القهوه معاكم وتشوفونه وتشوفون الفيديو. حياكم، شوفوا الفيديو واستمتعوا باللعب. مع السلامة.